أيها المشاهدون الأفاضل، تحية طيبة، وبعد نلتقي وإياكم في موضوع ذي أهمية بالغة في مدرستنا المغربية، إنه موضوع المهارات الحياتية. إننا نعيش اليوم في عالم متغير بسرعة لعدة أسباب، أهمها مشكلات الانفجار الديموغرافي ومشكلات التغير المناخي والتلوث البيئي والتصارع التقني والانفجار المعرفي والعلاقات البشرية المعقدة. هذه التغيرات رافقتها حاجة ماسة لتغيير نظم التربية التقليدية والبحث عن نظم جديدة تواكب العصر. وقد اختارت دول عديدة تبني التعليم المستند إلى المهارات الحياتية، بما ينمي الإمكانات البشرية للمتعلمين ويزودهم بالمهارات الضرورية لمواجهة ما يتعرضون له من مواقف وتحديات، من مرحلة الطفولة إلى البلوغ، ومن المدرسة إلى العمل، ومن التنمية غير الفعالة إلى المشاركة المواطنة والمسؤولة. ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من التعليم يعد عنصرا مهما في جعل المتعلمين أكثر ثقة بأنفسهم، ويزيد من إقبالهم على العيش في هذا العالم وتقبل متغيراته المفاجئة، كما يرمي إلى تطوير توجهات المتعلمين إلى تبني الأنماط السلوكية والمواقف الإيجابية نحو الذات والآخر والمحيط. وقد تعمقت الحاجة هذه وظهرت استعجاليتها خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجه الإنسانية وباء كورونا الذي قلب كل الموازين الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية لدول المعمور. وقد قدر لبلادنا أيضا أن تدخل في مواجهة مع هذا الوباء بتضامن غير مسبوق وبظروف استثنائية عمت مختلف مناحي الحياة، وبحظر صحي اضطررنا معه إلى البقاء في البيوت حماية لظهور من اختاروا منا الصفوف الأمامية في الصراع مع هذه الجائحة، وباستمرارية بيداغوجية تكفل التعلم عن بعد لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات. فكيف يتعامل أبناؤنا مع ظروف الحياة المتغيرة باستمرار؟ قد سمحت ظروف الحياة اليومية وأحداثها بأن نكتشف أن أبناءنا من الأطفال والمراهقين والشباب بحاجة إلى تعلم كفايات ومهارات جديدة إلى جانب ما يتعلمونه في المواد الدراسية. هم بحاجة إلى تعلم مهارات تسهم في تطوير شخصياتهم وجعلهم قادرين على مجابهة الحياة وصعابها. هم كذلك في حاجة إلى تعلم مهارات تيسر فهم النظريات العلمية في ارتباط بالتحولات المتسارعة لشرطنا الإنساني، بحاجة كذلك إلى تعلم سبل تدبير العلاقات بين الفرد والمجتمع، بين الإنسان عموما ومحيطه الحيوي من جهة ثانية، بما يبعث على الاستعداد للكوارث والأزمات وتوقع غير المتوقع. إن أبناءنا بحاجة كذلك إلى تعلم التفكير والتأمل والتساؤل في علاقاتهم بالأشياء وبالآخر وبالطبيعة، بما يسمح لهم بفهم حقيقة مشاعرهم وأحاسيسهم وميولاتهم ومواقفهم وضبطها والتحكم فيها دون نزوع إلى التعصب أو الاختزال أو التشيء. لماذا؟ لأن أساس العملية التعليمية اليوم يتجاوز الاهتمام بالعمليات المعرفية الأولية من قراءة وكتابة وحساب، إلى الاهتمام بمشاركة المتعلمين في بناء التعلمات في ارتباط بالقيم والمواقف والميول والسلوكات التي تصدر عنهم إزاء وضعيات مدرسية أو وضعيات في الحياة اليومية، أي الاهتمام بالكفايات العرضانية أو المهارات الحياتية. فهل فكرت المدرسة المغربية ووزارة التربية في الاستجابة لحاجات أطفالنا في التعامل مع الحياة وأزماتها؟ إيمانا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأهمية المهارات الحياتية في بناء شخصية المتعلم، عملت منذ سنتين ونصف السنة على تطوير برنامج لإدماج هذه المهارات في المناهج الدراسية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي بدعم من منظمة اليونيسف، وفق مرحلة تجريبية أولى بأربع أكاديميات، هي أكاديمية جهة سوسماسة، وأكاديمية جهة تطوان الحسيمة، وأكاديمية مراكش آسفي، وأكاديمية الشرق وجدة. وذلك من خلال فريق وطني من المفتشين وخبراء دوليين تشرف عليهم مديرية المناهج،
وفرق تربوية للمواد التعليمية بالأكاديميات المعنية أوكلت إليهم مهمة التفكير في سبل إدماج هذه المهارات في مختلف مسارات الفعل البيداغوجي، بما في ذلك مسار البرامج الدراسية ومسار الحياة المدرسية. فما المقصود بالمهارات الحياتية والتربية على المواطنة إذن؟ يقصد بهذه المهارات مجموعة من المهارات النفسية والاجتماعية التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار والتواصل بفعالية وإدارة الذات، بما يساعد على مواجهة متطلبات الحياة بنجاح وإلى اندماج أفضل في الحياة المهنية، ليكون فردا أو عنصرا فعالا بشكل إيجابي ومسهما في بناء مجتمعه، وذلك وفق منظور منسجم ومتسق يتكامل فيه ما يتعلمه الفرد في المدرسة أو الجامعة أو المركز المهني مع ما يمارسه في الحياة اليومية، حيث تتوافق المهارات الحياتية مع المواقف والسلوكات والكفايات التي يحتاجها الفرد بشكل يومي، فردا له احتياجات خاصة ومواطنا معنيا بالعيش المشترك وبالحفاظ على مستقبل آمن وبالقدرة على التكيف مع تقلبات الحياة وتدبير أزماتها. لذلك ينتظم تطوير المهارات الحياتية ضمن أربعة أبعاد متكاملة ومترابطة، هي أبعاد الشخصية الإنسانية. فما هي الأبعاد الأربعة لتعلم المهارات الحياتية؟ لقد عمل الإطار المرجعي للمهارات الحياتية على تصنيف هذه المهارات في 12 مهارة تتوزع على الأبعاد الأربعة للتعلم من منظور العلوم المعرفية والبيداغوجيات المعاصرة، ويوضح ذلك التخطيط الآتي. إذ ترتكز المهارات الحياتية على أربعة أبعاد كما قلنا، حيث يوجه البعد المعرفي الأول إلى التعلم من أجل المعرفة، ويرتبط بتطوير قدرة المتعلم على فهم أفضل للعالم، وذلك عبر تعلم مهارات القراءة والكتابة والحساب وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قنوات أساسية لاكتساب المعرفة وأدوات إنتاجها، إلى جانب مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع. أما البعد الثاني فهو البعد الفعال أو البعد العملي، ويرتبط بدعم المتعلم على تطبيق مكتسباته وتعلماته على أرض الواقع، إضافة إلى تكييف هذا التعلم مع حاجاته اليومية ومتطلباتها من خلال مهارات التفاوض والتعاون وإدارة الذات. أما البعد الثاني فهو البعد الذاتي أو الفردي أو التعلم من أجل الكينونة، ويتعلق بتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الذاتي من خلال مهارات معرفية ذاتية ومهارات التعامل مع الآخر من قبيل مهارات الصمود والتواصل وصنع القرار. أما البعد الرابع فهو البعد الاجتماعي أو التعلم للعيش المشترك، فهو تعليم قيمي يعزز رؤية المتعلم للمواطنة والعيش المشترك من خلال قيم المشاركة والتعاطف واحترام التنوع، ويشكل هذا البعد الأساس القيمي للأبعاد الثلاثة السابقة. كيف تتكامل المهارات الحياتية فيما بينها؟ إن التعلم في ضوء المهارات الحياتية لا يقتصر على البعد المعرفي الإدراكي فحسب، بل يتعداه إلى البعد العملي الإجرائي من خلال وضع التعلم النظري موضع التنفيذ في السياقات اليومية، واستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، وكذلك تطور العلوم المعرفية باستمرار. ثم إلى البعد الفردي الذاتي الموجه لتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الفردي، إضافة إلى البعد الاجتماعي القيمي المرتبط بتعزيز التعلم من أجل المواطنة وقيم العدالة والديمقراطية، بما يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. لذلك لا ينبغي اعتبار أبعاد التعلم الأربعة معزولة عن بعضها البعض، وإنما هي متكاملة متفاعلة بشكل دينامي بما ينسجم مع شخصية الإنسان الحديث ويعزز حاجته إلى التعلم مدى الحياة. لذلك كانت نقطة التحول الأساسي من منظور المهارات الحياتية هي التحول نحو الجودة في التعليم والتعلم، أي توجيه التعليم والتعلم إلى مختلف أبعاد شخصية الفرد بدل اختزالها في البعد المعرفي فحسب، وهو ما يتقاطع أيضا مع بيداغوجيا الكفايات في حرصها على تأسيس حالات ثابتة عند المتعلم وجعل إنجازاته ممكنة وملحوظة في شكل قدرات ومهارات تسمو على المعرفة وتستقل عنها. وتتبلور هذه المهارات أو القدرات في إطار المواد الدراسية أو في تفاعلها فيما بينها
أو في مجالات أخرى موازية لها. لذلك فالمهارات الحياتية تشكل محتويات تعليمية يمكن أن يكتسبها المتعلم بمقدار ما يكتسبه من المعارف التي قد تكون مجزأة أو مفصولة عن مصادرها أو معزولة عن الفائدة المرجوة منها أو فاقدة للمعنى إجمالا. كما أن تطوير هذه المهارات الحياتية ليس قصرا على مرحلة تعليمية بعينها، وإنما تتطور هذه المهارات مدى الحياة في مختلف الأسلاك والمراحل والمستويات المدرسية منها والجامعية وكذا المهنية. ما العمل ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية اليوم؟ ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية يتطلب منا ذلك خلق وعي جمعي لدى الأطر التربوية والإدارية، وذلك من خلال تصور هذه المهارات غير منفصلة عن المعارف التخصصية والمواد الدراسية، بل هي جزء منها وتتطور في ضوئها بشكل نسقي من خلال مقاربة بيداغوجية تستهدف أولا تغيير أساليب التدريس وطرقه ومنهجياته، كما تستهدف أيضا تغيير نظرتنا للتربية والتكوين والانتقال من منظور التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية المهارات. فمثلا فنحن لا نتعاون بشكل مطلق، ولكننا نتعاون بخصوص عمل نقوم به بقياس معناه بالمعارف التي يحتوي عليها، كما أننا لا نحل المشكلات دون المعارف الضرورية واللازمة لحلها. أيها المشاهدون الأفاضل، لتقريبكم أكثر من برنامج المهارات الحياتية والتربية على المواطنة، يسرنا أن نقدم لكم بعد هذا اللقاء التقديمي سلسلة لقاءات أولى من 12 حلقة باللغتين العربية والفرنسية موجهة للأطر التربوية والإدارية بغاية التواصل معها وإطلاعها على البرنامج ومكوناته وكذا خلفياته المعرفية والبيداغوجية والديدكتيكية في بناء التعلمات والأنشطة. وستليها سلسلة ثانية من 12 حلقة أخرى موجهة للمتعلمين والمتعلمات، تعتمد على تقديم أنشطة تطبيقية للمهارات الحياتية في المضامين والمواد الدراسية بهدف تعرف المتعلمين على البرنامج وعلى كل مهارة من مهاراته وفق الإطار المرجعي وفي علاقتها بالمواد الدراسية والحياة المدرسية وسبل تنميتها. إلى هنا خطوتنا الأولى قد انتهت لتبدأ رحلة الألف ميل مع المهارات الحياتية، فكونوا في الموعد وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الأطر التربوية والإدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعداء بلقائكم في هذه الإطلالة التربوية التي تخصصها وزارة التربية الوطنية بتعاون مع منظمة اليونيسيف للتعريف ببرنامج المهارات الحياتية وتقديم بعض المداخل والاستراتيجيات الممكنة لتنمية هذه المهارات خلال تخطيط الدروس وهندسة المقاطع والوضعيات البيداغوجية. وعبر هذه النافذة التلفزيونية سنعرفكم بواحدة من هذه المهارات، يتعلق الأمر بمهارة صنع القرار. وعلاقة بهذا الموضوع نشير في البداية إلى أنه على غرار مجموعة من الدول التي تنهض أنظمتها التربوية على فلسفة المهارات الحياتية، وعلى غرار عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي إطار برنامج التعاون الدولي بين وزارة التربية الوطنية ومنظمة اليونيسيف، تبنت مديرية المناهج برنامج مهارتي واعتمدت المقاربة الصاعدة في الاشتغال عليه من داخل البرامج الدراسية الخاصة بالسلك الثانوي الإعدادي، إيمانا منها بأهمية هذا النوع من المقاربات وقدرته على وضع جميع الفاعلين في قلب التحول والتجديد الذي تعرفه المنظومة. أيها السيدات والسادة، إننا بصدد مشروع تربوي طموح يستهدف جوهر الفعل التربوي ويتوخى تجويد الممارسة المهنية والارتقاء بالنموذج البيداغوجي من أجل تحقيق أهداف وتطلعات المنظومة. أهداف يلخصها نموذج المدرسة المغربية التي نريد، مدرسة مفعمة بالحياة تؤدي وظائفها كاملة من تربية وتعليم وتأهيل الفرد للتفاعل الإيجابي مع مختلف وضعيات الحياة ومسؤوليتها. مدرسة تمتلك الميكانيزمات اللازمة لبناء مواطن فاعل في المجتمع
منفتح وقادر على استثمار معارفه ومهاراته في مد الجسور بين المدرسة ومختلف مناحي الحياة الفردية والاجتماعية والمهنية والأخلاقية. فما المقصود بالمهارات الحياتية والتربية على المواطنة؟ وكيف تم اختيارها؟ ولماذا هذه المهارات بالذات دون غيرها؟ المهارات الحياتية Life Skills أو ما يعرف أيضا بمهارات القرن 21 عبارة عن توليفة من المهارات وقع عليها الاختيار من بين أخرى نالت إجماع عدد كبير من العلماء والباحثين في تخصصات مختلفة كالعلوم المعرفية، علوم التربية، علم النفس وعلم الاجتماع لكونها تلامس مختلف جوانب شخصية الفرد وتحدد كينونته وتمده بميكانيزمات الاندماج في نسيج المجتمع وتؤهله للعيش المشترك. ويحدد الإطار المرجعي المهارات الحياتية كما يلي: المهارات الحياتية مجموعة من المهارات النفسية والاجتماعية التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار والتواصل بفعالية وإدارة الذات بما يساعد على مواجهة متطلبات الحياة اليومية بنجاح ويضمن اندماجا أفضل في الحياة المهنية ليكون الفرد عنصرا إيجابيا ومؤهلا للإسهام في بناء مجتمعه. وتتوزع هذه المهارات على 4 أبعاد يوضحها التخطيط الآتي. ويبقى هذا التقسيم الرباعي تقسيما إجرائيا فقط على اعتبار أن تحريك العجلة يتيح لجميع المهارات إمكانية التموقع في باقي الأبعاد الأخرى مما يؤكد علاقة التكامل والتشبيه القائمة بين هذه الأبعاد. والشكل الموالي يوضح لك بجلاء معنى التشبيك والتفاعل بين كل هذه الأبعاد والمهارات. الأساتذة الكرام، تنطلق فلسفة المهارات الحياتية والتربية على المواطنة من معطى أساسي مفاده أن تركيز المدرسة اليوم على التعلمات والمعارف وحدها في عالم شديد التحول لم يعد كافيا لتحقيق الأهداف والغايات الكبرى. فالواقع يكشف أن مدرستنا في حاجة ماسة إلى إدراج مهارات الحياة وقيم المواطنة ضمن المناهج والبرامج الدراسية، ليس بوصفها مهارات للتلقين فقط، ولكن باعتبارها مهارات يمكن تنميتها والاشتغال عليها بالتسوق من أجل الارتقاء بوظائف المدرسة وتجويد مخرجاتها. اعتبارا لهذه الغايات، تأتي هذه الكبسولة للتعريف بمهارة صنع القرار وباستراتيجيات تنميتها وتطويرها لدى المتعلمين. فماذا نقصد بمهارة صنع القرار؟ وكيف يمكن تعلمها وتنميتها داخل المدرسة؟ وما هي معايير تحققها؟ الإخوة الأفاضل، معلوم أن اتخاذ القرار هو من الممارسات اليومية الاعتيادية، ومعلوم أيضا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يجيدون اتخاذ قرارات سليمة، كما أن هناك أشخاصا لا يجيدون ذلك وقد لا يتخذون أي قرار أصلا، إما خوفا من الفشل أو أنهم يتركون الأمر للقدر. لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم إمكانية تعلم هذه المهارة، لذلك فحديثنا عن مهارة صنع القرار في هذا المقام لا يتعلق بالقرارات البسيطة والفجائية، ولكنه يخص القرارات الواعية والعقلانية التي تستحضر المعارف والميولات الشخصية والقدرات والإمكانات الذاتية المتاحة، والتي غالبا ما تكون لها تداعيات على رفاهيتنا ومستقبلنا. وبناء عليه يمكن النظر إلى مهارة صنع القرار بوصفها عملية معرفية أساسية يقوم بها الذهن البشري بشكل واع من أجل اختيار البديل الأنسب من بين البدائل المتاحة وفق خطوات ومعايير واستراتيجيات محددة. إنه بهذا المفهوم أي صنع القرار صيرورة معرفية مركبة وتراكمية تبتعد عن كل ردود الأفعال المتسرعة والانفعالية وترتكز على تحليل الرهانات مختلف البدائل من أجل ترجيح خيار عقلاني ومنطقي يناسب الوضعية أو الموقف المعني باتخاذ القرار. بعد تعريفك بمهارة صنع القرار سننتقل للحديث عن الخطوات الإجرائية والاستراتيجيات التي تساعد على تنمية مهارة صنع القرار. زملائنا الأعزاء، إن الاشتغال على مهارة صنع القرار يتطلب سلك نهج منظم يتضمن 5 خطوات إجرائية متكاملة: تحديد الأهداف، جرد المعطيات وجمع المعلومات اللازمة لفهم الوضعية، فحص الاختيارات الممكنة وانتقاء الخيار الأنسب للوضعية، تطوير الخيار باستحضار تداعياته المحتملة على الآخر والمستقبل، صنع القرار والاشتغال عليه وتنفيذه. وعليه
فكلما كانت المدخلات واضحة وكافية كلما تعمق إدراكنا للموقف وكان الهدف دقيقا وكانت الموارد والمؤهلات المستحضرة قادرة على بلورة القرار السليم في الوقت المناسب. وبالموازاة مع ذلك، فتنمية مهارة صنع القرار تتطلب تعبئة مهارات أخرى من مثل معرفة الذات، التعبير عن الرأي، الثقة بالنفس والتعاطي الجيد مع الوضعيات، كما أنها في ذات الآن تستدعي مهارات مجاورة لها في منظومة المهارات، أبرزها مهارة التفكير النقدي، مهارة التعاون، ومهارة حل المشكلات. بعد هذا حري بنا أن نتساءل كيف يمكن للمدرس أن يساعد المتعلم على تطوير هذه المهارة انطلاقا من الوضعيات والأنشطة التي يشرف على تخطيطها وتنفيذها سواء داخل الفصل أو خارجه. جدير بالإشارة إلى أن تحسين القدرة على الاختيار يعتبر جزءا من الكفايات المهنية للمدرس التي ينبغي استثمارها وتمريرها للمتعلمين، وذلك في أفق تمكينهم من تجويد قراراتهم الدراسية والشخصية والمهنية مدى الحياة. اعتبارا لذلك، فما طبيعة الوضعيات التي يمكن اقتراحها لتطوير هذه المهارة؟ قبل استعراض نماذج من هذه الوضعيات، نشير إلى أن خبراء برنامج مهارتي يعتمدون مجموعة من الموجهات والمبادئ العملية التي تشكل ملامح مقاربة بيداغوجية تستدمج المظاهرات الحياتية والمواطنة في بناء الأنشطة الصفية واللاصفية، نجملها فيما يلي. الموجه الأول يتعلق بمواصفات البطاقة المنهجية والتي يتم التركيز فيها على التخطيط الفعال للوضعيات والأنشطة. الموجه الثاني يخص مجموعة من المحاذير أو ما نسميه باللغة الفرنسية لي بوان دو فيجيلونس التي ينبغي الانتباه إليها أثناء تخطيط الوضعيات والأنشطة، ولعل أبرز هذه المحاذير ضمان انخراط المتعلم، دقة المهمات ووضوح الأنشطة، المفهمة، الأشكال، الحجاج، ثم استحضار معايير تحقق المهارة. ثالث هذه الموجهات البيداغوجية يتمثل في استراتيجيات التدريس الفعال القائم على أساليب التعلم النشط المتمركزة حول المتعلم المعتمدة على المدرسين الميسرين ذوي المهارات والدوافع العالية لضمان التعلم النوعي والجيد. رابع الموجهات البيداغوجية يتعلق بالتعلم الصريح، ونقصد به في هذا المقام التصريح بالمهارة الحياتية المستهدفة وتوصيف استراتيجيات تنميتها باعتماد تعليمات دقيقة. في ضوء هذه الموجهات البيداغوجية يمكن الاشتغال على مهارة صنع القرار من خلال مجموعة من الوضعيات والأنشطة والتقنيات، أبرزها وضعيات التعلم التعاوني، أنشطة الاختيار من متعدد، التعلم بالمشاريع، افتراض سيناريوهات مصغرة، اقتراح وضعيات قريبة من الحياة المدرسية والحياة العامة. هذا ويبقى المجال مفتوحا أمام المدرس لاستثمار خبرته وتجربته في اقتراح أنشطة مقتبسة من المحيط القريب من المتعلم. ولتقريبكم أكثر من طبيعة هذه الوضعيات والأنشطة، نسوق لكم المثالين الآتيين. المثال الأول عبارة عن وضعية بيداغوجية. تقول الوضعية: خلال فترة الاستراحة الصباحية غادر المتعلمون والمدرس قاعة الدرس، وبينما الجميع منشغل مررت قرب الفصل فأثار انتباهك وجود أحد زملائك المفضلين داخل القاعة يبحث في محفظة الأستاذ، ثم أخرج الأوراق المخصصة للفرد فعبث بها وألقى بها من النافذة. التعليمة: استثمر مكتسباتك الخاصة بإجراءات وخطوات تنمية مهارة صنع القرار واتخذ قرارا يلائم هذه الوضعية. بالنسبة للمثال الثاني يتعلق بوضعية من الحياة المدرسية. تقول الوضعية: في إطار بناء المشروع الشخصي يحتاج المتعلم خلال مشواره الدراسي إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بالتوجيه واختيار المسارات الدراسية، لذلك فإن تجويد الاختيارات يحتاج إلى التمكن من توظيف استراتيجيات صنع القرار مع أهمية استحضار المؤهلات المعرفية والإمكانات والميولات والأهداف المستقبلية. ولتقريب المتعلم من هذه الوضعية أكثر، نفترض السيناريو الآتي: فاطمة تلميذة في الثالثة إعدادي،
ممتازة في الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، لكنها ضعيفة في مادتي الفيزياء وعلوم الحياة والأرض، ولها طموح في أن تصبح طبيبة بيطرية أو مقدمة برامج تلفزيونية. التعليم أدرس هذه الوضعية مستحضرا استراتيجيات مهارة صنع القرار، وافترض قرارا يخص المسارات الدراسية التي تفترضها على فاطمة حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها المهنية. لدراسة الوضعيتين السابقتين نقترح عليك الاستعانة بالبطاقة الآتية. تقدم هذه البطاقة مجموعة من المفاهيم والمهارات والإجراءات المتعلقة بتنمية مهارة صنع القرار والتي تحدثنا عنها سابقا، مثل تحديد الهدف الإجرائي، الأسئلة الموجهة التي يمكن الاعتماد عليها، المفاهيم والمهارات المساعدة، ثم القيم المراد ترسيخها، هذا بالإضافة إلى عنصري التقويم والقياس. ولقياس مدى تمكن المتعلم من هذه المهارة نقترح عليك الاستعانة بالمعايير الآتية: جمع المعلومات وتحليلها، تحسين الكينونة والتوازن الاجتماعي، استحضار أثر القرار على المستقبل، التصرف بشكل أخلاقي ومواطن، اقتراح أهداف وبناء اختيارات توجيهية، استحضار الآخر في صناعة القرار، وأخيرا الانخراط في التطوير الذاتي. زملائنا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الإطلالة التربوية. دامت لكم الصحة والعافية، وإلى فرصة قادمة بحول الله.